اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. العاشرة مساء الخميس، حضراتكم عارفين انها موعد فقرتنا الدينية من كل اسبوع في برنامجنا اخر النهار. والحقيقة كمان احنا بنحرص في الفقرة الدينية انه الكلام يبقى مرتبط بحياتنا اليومية، بسلوكنا وباخلاقياتنا وبمشاكلنا وبهمومنا وبالتجارب والخبرات اللي احنا بنتعرض ليها في حياتنا، لان انا وزملائي هنا في البرنامج مقتنعين ان الدين مش بس عبادات، مش بس الدين خلق لكي اصلي واصوم واحج وازكي تمام، العبادات طبعا مهمة، لكن الدين خلق لتيسير حياة الانسان ولتسهيلها لكي يكون الانسان في افضل وضع ممكن باستخدام الارشادات والتعليمات اللي ربنا وضعها لنا في حاجتين، القرآن والسنة. عشان كده دايما احنا حريصين انه الفقرة تبقى مش كلام بس عن القصص النبوي والقصص الديني والصحابة عملوا ايه والصحابة ما عملوش ايه، وده كلام لطيف ومهم، بس المهم ازاي نطبق الدين وتعليمات الدين وتكليفات ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي المطهرة في حياتنا عشان نعيش حياة افضل دنيا ودين. رحبوا معايا بضيفتي العزيزة أستاذة الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير، والحقيقة أنا بهديكم بيها في هذه الفقرة. أنا تابعتها أكتر من مرة في بعض اللقاءات وشفت فيها أولا سماحة وجه ثم طلاقة لسان، إضافة طبعا إلى العلم، وأهم حاجة إن أنا توسمت فيها إنها معانا على نفس هذه البوصلة، إنها طول الوقت بتقول كلام وتختار موضوعات لها علاقة بإصلاح حياة الناس، مش الكلام عن 1400 سنة مضوا فقط يعني. دكتورة أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك، وطبعا يعني من دواعي السعادة إن أنا أكون مع حضرتك وعلى شاشة قناة النهار، ومن دواعي السرور والفخر إن كلنا نقعد نذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونتأسى به في حياتنا، وإذا كنا إحنا في شهر المولد النبوي فده أدعى إن إحنا نقعد نفكر ونعلم أولادنا ونذكر الأسرة وأحبابنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن مصدر ممكن ناخد منه سيرة الرسول العطرة هو القرآن الكريم طبعا. أحسن مصدر ممكن إن إحنا نتعلم منه أعظم شخصية في التاريخ شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم والقدوة الحسنة، أفضل قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعرف كيف وصف رب العزة نبيه الكريم عشان إحنا نتعلم منه. حضرتك تفضلتي بنقطة مهمة قوي يا دكتورة، وإنه إحنا عندنا مشكلة برضو حتى مش بس الخطاب الديني او الائمه في المساجد، احنا كمان على مستوى اولياء الامور في البيت الاب والام عندنا مشكله ان احنا واحنا بنربي اولادنا ونحط فيهم الوازع الديني ما بنربطش الربط اللي حضرتك بتربطيه دلوقتي ده، ان احنا بنتكلم بس انه الدين بالنسبه للولاد صلي او صوم او لما يبقى معاك فلوس زكي لما كذا، لكن ما حدش بيربي اولاده بيقول له تعالى نتربى ونعيش على حسب ما الرسول كان بيعمل، تعالى اخلي طول الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، لو الرسول مكانك في الموقف ده وهو بيمتحن كان هيغش ولا لا، وهو بيشتري مش عارف ايه كان هيعمل ولا لا، وهو في علاقته مع صاحبه هيخونه ولا لا. البعد ده مهم طبعا. فكره اخلاق الرسول وان احنا نتطبع بهذه الاخلاق، يعني نبتدي من الاول ان ربنا سبحانه وتعالى قال عن نبيه وانك لعلى خلق عظيم، لم يختار علم عظيم ولم يختار اي شيء اخر الا صفه الاخلاق، ولا حتى على تدين عظيم، ولا تدين. ليه؟ لان الخلق هو الباعث اللي هيخلي الإنسان يعني يقدر يكون كويس ويسير على منهج صحيح. أول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، خلق الرحمة هو الخلق اللي احنا محتاجينه جدا في حياتنا هذه الأيام. طيب أولا إيه معنى الآية؟ وبرضو احنا محتاجين حاجة مهمة قوي إن احنا نتدبر معاني القرآن الكريم طبعا. مش ناخد المعنى العام وخلاص، يعني مثلا بالنسبة للآية دي أي حد يسمعها ممكن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني الرسول جه رحمة. لا، في حاجة، أولا من الذي أرسله؟ ربنا. طب إذا كان ربنا أرسل الرسول بالرحمة يبقى ربنا رحمن رحيم، ودي الصفة اللي ربنا اختار يعرفنا بنفسه بيها في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لم يعرفنا بنفسه أنه العدل أو الرؤوف أو أي صفة تانية، ولكن اختار صفة الرحمة لنتعلم الرحمة. يبقى أولا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تدل على أن الله رحيم الرحمن رحيم، وبعدين الرسول يتسم بصفة الرحمة والرسالة كلها رحمة، يبقى ثلاث حاجات صح.
اللي أرسل والمرسل والرسالة، التلاتة لازم هيكون فيهم المرسل الرحمة. والمرسل والرسالة، التلاتة مفادهم الرحمة، مفادهم الرحمة طبعا. اسمحي لي معلش بقى الحتة بتاعت عفوا يعني في اللغة العربية أسلوب النفي مع القصر اللي هو وما أرسلناك، ده أسلوب نفي إلا أسلوب قصر. بالظبط أسلوب النفي مع القصر بيجي من أجل الحصر. نعم صح صح، يعني اللغة العربية لما أعمل أقول محدش نجح إلا محمد، معنى كده أن كله سقط محمد بس الحصر، فمعنى كده أن ربنا بيقول إحنا ما بعتناكش للعالمين بس إلا عشان الرحمة. ونيجي كلمة العالمين حضرتك، أن الرحمة مش هتكون بس مع المسلم أو هتكون مع الإنسان، ولكن هتكون مع كل شيء. يعني هتكون مع الإنسان، هتكون مع الإنسان على مع اختلاف ديانته وجنسه، هتكون مع الحيوان، هتكون مع كل شيء. طب تعالوا نشوف كده موقف للرسول صلى الله عليه وسلم، أصعب موقف ممكن حد فينا يتعرض له في غزوة أحد. وتعالوا كده نفتكر مع بعض الأحداث، وزي ما قلت لحضرتك إحنا محتاجين إحنا نتدبر، يعني مش ان انا اسمع القصه وانا عرفتها قبل كده، لا، وكمان عشان ولادنا يفهموا ودايما نذكرهم. هي كلمه موعظه، يعني ايه موعظه؟ يعني تكرار المعلومه حتى لو انا عارفها. ففي غزوه تيرة، يعني لم يقل صلوا كثيرا ولا صوموا كثيرا، ولكن يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولم يجعل للذكر وقت، ولم يجعل له يعني استعداد معين عشان الانسان يقدر يعمله في كل هيئه. خصوصا بعد كده ان هو اسهل عباده يا دكتور، اسهل بالظبط، يعني الصلاه محتاجه مجهود، الصوم فيه معاناه، الحج فيه مشقه، الذكر اسهل عباده واكثرها ثوابا. تمام. والصلاه على النبي، وهو ده اللي احنا عايزين نقوله، ان الصلاه على النبي هي وسيله او هي من الاسباب التي تفرج الكروب، وهنقول ازاي. بس قبلها لازم في الاستغفار والذكر والصلاه على النبي حضور القلب، يعني ما بقاش انا قاعد كده بذكر استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وانا لاهي وغافل، قلبي مش معايا، لنا مستحضر. انا بقول ايه يعني؟ ممكن حضرتك تسال حد، هو انت قلت كم مره؟ ما يفتكرش قال كم مره. طب قلت انهي ذكر الاول؟ تلاقيه كمان يعني بيتلخبط في النص او اللفظ، الكلمات اللي قالها. لا ده في ناس مش عارف، طبعا انا مش عايز احكم على حد، بس في ناس حتى بيعملوها بشكل من العاده، ممكن يكون قاعد بيتفرج على التلفزيون ولا على ماتش وبتاع يعني وبيسبح. مش عايز اقول انه وحش، لان فكره التسبيح فكره حلوه، بس اللي حضرتك بتقوليه هنا انه يا ريت ذكر الله، التسبيح، الاستغفار، الصلاه على النبي تبقى مقرونة بخشوع القلب. ما هو ليه حضرتك وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لأن الكلام يا جماعة لازم يمر على اللسان والعقل والقلب. يعني الواحد ما يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، هو من جوه مستشعرها، سبحان الله، مستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى. يعني الكلام مش لسان بس، طبعا لازم وقلب. عشان يبقى جلاء القلوب إزاي؟ صحيح. لازم يستشعر بها الإنسان. طب نيجي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا في شهر المولد وعايزين نتعلم من أخلاق النبي، أول خلق قلنا عليه الرحمة. يبقى بعد ما عرفنا الرسول عمل إيه مع اللي تسببوا في كل هذه الخسارة الفادحة وعفى عنهم كده، كل واحد يرجع حساباته، أنا مخاصم فلان ليه؟ أنا ما بستمعش لأولادي ليه؟ يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج من نموذج من يعني من اللي حصل الرحمة مع الأطفال، إنه كان بيستمع إليهم. ده كان لما الأم وهي في الصلاة وفي صلاة الجماعة يسمع بكاء الطفل الصغير، كان يعني مش بيطول في الصلاة. ليه؟ عشان رحمة بأمه ورحمة بهذا الطفل الصغير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينشغل عن الأبناء، ودي مهم جدا، وكان بيعلم أحفاده سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وهو من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو عنده يعني مشغول، يعني مشغول ومسؤوليات كبيرة جدا، ومع ذلك كان لا ينشغل عنهم. يبقى احنا هنا أدي درس، لا ننشغل عن أولادنا، ونعرف أن الأولاد هم ثمرة الحياة. فكل واحد يفكر عايز الثمرة تكون إزاي؟ هل إن أنا أجمع لهم الفلوس وأمن لهم مثلا عيشة كذا؟ هو العالم يا دكتورة مظبوط جدا، فكرة تكليف وفرض عين على كل أب وأم، فكرة التربية طبعا هي النقطة الصعبة، إن في بعض الناس فعلا بتبقى عايزة تربي أولادها كويس بس مش عارفة إزاي. عشان كده دورنا المهم في ان حضرتك تنور لهم الطريق، انه طب ما عندنا الكتالوج اهو، عندنا الطريق، عندنا الارشاد، امشوا عليه،
زي ما انا كنت بتكلم يمكن قبل ما حضرتك تنوريني على يعني للاسف انفلات اخلاقي حصل. أيوة في مدارسنا. أنا سمعت حضرتك. والحقيقه انا مش عايز الوم الاولاد لان واضح ان هم ما تعلموش غير كده، يعني هم ما تربوش على احترام المدرسه وما تربوش على احترام الاستاذ وفكره العيب وفكره يعني في حاجات مشكله، واضح ان البيت عنده مشكله. هو ايه الاسباب؟ الاسباب اول حاجه اما ان الاب او الام ما عندهمش الفكر ده وهم محتاجين يتعلموا ويتثقفوا ويقروا الاول، هم يكون عندهم ثقافه تربيه الابناء الاول مش عارف يتعلم صح. يسال في دورات كتير، وقبل اي حاجه نرجع للقران الكريم وتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم هنلاقي فيها كل حاجه. قبل ما نلجا لكلام البشر نلجا لكلام رب البشر، بعد كده نشوف بقى لو في حاجات تربويه. الحاجة المهمة عدم الانشغال عن الأبناء، ودي المهمة جدا يا جماعة أوي. المتابعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدش كان عنده مسؤوليات أكتر منه، ومع ذلك كان بيركز مع مش الأبناء، مع الأحفاد، كان بيركز مع زوجاته، كان بيركز مع أصحابه، كان بيتفقد الصحابة، يعرف مين موجود ومين مش موجود صحيح. فده مهم جدا نرجع للصلاة على النبي. في ناس فاهمة إنه بتشتغل وردية واثنين وشغلانة واربعة عشان يكفيهم ويجيب لهم فلوس اللي هم عايزينها، بس ده لوحده مش تربية طبعا، لأن ممكن الفلوس بس تبقى إفساد لو مفيش تربية كويسة. عارف حضرتك ندي مثال، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني إيه يعظه؟ يعني هو التذكير بأمر معلوم، يعني هو عارف المعلومة بس فضل وراه يذكروا بيها يذكروا بيها، ده إذا كان قالها له من الأول تمام. فيبقى أولا يقول له وبعد كده يفضل يذكره وما يملش. ليه؟ لأن إحنا لو حطينا قدامنا قاعدة، الأبناء هم ثمرة الحياة، فكل واحد ينظر كيف يريد أن تكون الثمرة في نهاية العمر صحيح. واللي هيغرسه النهاردة هيجده بكرة، إن غرس التربية هتلاقيها تعود على ابنه في تصرفاته مع المجتمع، في تصرفاته مع الوالدين هتعود، إن هو أساء هيشوف السوق ده بعد كده مزبوط. طيب إحنا إزاي بقى نكون أهدى؟ احنا قلنا اولا نستعين بالله سبحانه وتعالى في كل امورنا ونتوكل عليه. من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تكفي عنا الهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا أبي بن كعب راح للرسول وقال له يا رسول الله اجعل لك في صلاتي، كلمة صلاتي دي يعني دعائي، قال له طبعا، فقال له طب يعني انا اخلي لك الربع، قال له ان شئت زدت، طيب قال له خلاص ازيد يعني اجعل لك النص، قال له ان شئت زدت، طب قال له الثلثين، ان شئت زدت، لحد ما قال له اجعل لك صلاتي كلها، فقال له تكفى همك ويغفر لك ذنبك. طب ليه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فليه بقى؟ ليه كل الخير الكبير ده؟ هنا اجعل صلاتي مش الصلاه اللي هي الصلاه الركوع والسجود، الصلاه اللي هي دعائي وذكري تمام، ده ليه كل الخير الكبير ده لمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني إذا كان الله الأعظم ملك الملوك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة، فمن باب أولى إن احنا نجتهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف صحيح. تكون الصلاة من قبل ده الله؟ ده طبعا دليل رفعة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى خالقنا وخالق النبي نفسه نعم يصلي على النبي، ورفعنا لك ذكرك صحيح. يعني إيه الرسول صلى الله عليه وسلم له شأن كبير. فالصلاة من جانب الله اللي هي الرحمة، ومن جانب الملائكة، ومن جانب المؤمنين طلب الرفعة وطلب الرحمة للرسول صلى الله عليه يعني وسلم. يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها ثواب طبعا أولاً. رقم اثنين فيها تفريج كرب وهموم. ثلاثة فيها تنفيذ لأمر الله أول واحدة. طبعا تنفيذ أمر الله، صلوا عليه وسلموا، يبقى لازم ان احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجة تخلينا نفضل نصلي على الرسول ليلا ونهارا. ربنا سبحانه وتعالى ما قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال له يا رب لا أرضى وواحد من أمتي يدخل النار. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع أن ربنا هيرضيه قال له أن من ضمن أن أنا أرضى مفيش واحد يدخل النار، أنا عايز كل الأمة تدخل الجنة. ربنا سبحانه وتعالى أرسله للعالمين، الرسول كان حريص على الخير لكل العالمين مش للمسلمين بس يا جماعة. ربنا بيقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني إيه؟ يعني كتة أن أنت تقطع نفسك من كتر الحسرة على
إيمان هؤلاء القوم اللي مش راضيين يؤمنوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص ورؤوف بالأمة إن هم كلهم يكونوا على خير ويطيعوا ربنا سبحانه وتعالى. من ضمن الأمثلة في التسامح الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لنا، ودي لازم نقولها لأولادنا، يوم فتح مكة لما الرسول دخل منتصرا. هو كان إيه اللي حصل قبل كده؟ نتخيل كده ونعيش يعني نفسية وإحساس الرسول صلى الله عليه وسلم. هو مستقر وله مكانة كبيرة في المكان اللي عايش فيه في مكة، وملقب بالصادق الأمين وكل حاجة، يعني عايش مستقر. يجي قومه يخرجوه ليلا وهو يعني متكفي، ويبص كده للبلد ويقول إنك أحب أرض الله إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما كنت قد خرجت. يعني قد إيه هو كان نفسه وروحه متعلقة بهذا المكان. لا، وعذبوه وأهانوه، وكفاية طريقة الخروج والهجرة كلنا عارفين دي، ومفروض نعلمها لأولادنا. ويعيش مدة في المدينة وتحصل الغزوات، وبعد كده يرجع منتصر. فلما يتجمعوا كلهم ويقولوا له ويقول لهم ما تظن أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. ياه، دلوقتي عرفتوا أنه هو أخ كريم. طب الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ لو حد مكان يعني مننا مكانه يعمل إيه؟ أكيد طبعا يعني على الأقل هيخلص أو ينتقم طبعًا لكل اللي حصل. حتى في حد من الصحابة كده قال له يا رسول الله اليوم يوم الملحمة. بالضبط. فلكن الرسول قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا إيه الرحمة دي، إيه العفو ده، كل ده عايزين نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رد على صاحبه ده وقال له بل اليوم يوم المرحمة مش يوم الملحمة. ده دليل آخر على الرحمة اللي ربنا أرسله بيها لينا. كمان إحنا ممكن نقول الدليل للحياة الناجحة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لنا في عجالة عشان الوقت. بصوا، في 7 أركان أساسية علماء التنمية البشرية قالوا لنا إن دول لازم يكونوا موجودين في حياة الإنسان عشان يكون متزن. أول حاجة الركن الروحاني، بالترتيب الركن الروحاني، الركن الصحي، الركن الشخصي، الركن العائلي، الاجتماعي، المهني، المادي. لازم الإنسان يكون متزن في 7 دول. لو إحنا فكرنا فيهم اليوم فعلا هم دول كل الحاجات اللي إحنا محتاجينهم في حياتنا. صحيح. طب الركن الإيماني، الرسول علمنا إيه؟ الرسول علمنا إن إحنا نتقرب إلى الله ونكثر من الاستغفار، بالإضافة طبعا لأشياء كثيرة جدا كلنا عارفينها، بس أنا عايز أقول لكم المجمل إن إزاي الإنسان يكون عبد لله، ينال شرف ومقام العبودية. إزاي؟ ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده، يعني مش لم يقل نبيه. وده يا جماعه من التدبر اللي انا بقول لحضراتكم عليه، لازم ناخد بالنا لماذا اختار القران الكريم هذه الكلمات خصوصا. فهو قال بعبده، يعني ان الرسول ارتقى وارتفع وفعلا اصبح ينال شرف عبوديه ربنا سبحانه وتعالى. الناس اللي ربنا من عليهم بامور كثيره جدا قال له ايه؟ وعباد الرحمن، ما قالش الذين امنوا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. يعني ارتقى لمقام العبودية. طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة أو 70 مرة ويقول وإنه لا يغان على قلبي. يعني إيه يغان على قلبي؟ يعني أنا بحس إن قلبي عايز المزيد من الاستغفار. وهو مين؟ ما تقدم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وما يسئل يا رسول الله أنت يعني غفر لك، ليه بتعمل كده؟ أفلا أكون عبدا، مش نبيا، أفلا أكون عبدا شكورا. إحنا محتاجين يا جماعة نقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكثر، نكثر من الاستغفار، نفكر أنا إزاي أقرب من ربنا. ربنا سبحانه وتعالى لماذا نوع العبادات؟ نوع العبادات عشان كل واحد ياخد الحاجة اللي يقدر يعمل عليها، اللي يقدر يعملها. يعني مثلا ممكن واحد ما يقدرش يصوم بس يقدر يصلي. صح. يقدر إنه هو يزكي، يقدر إنه يعمل حاجات تانية. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بالضبط. فيبقى أول حاجة الركن. صح. الإيماني، الركن الصحي عشان لازم أكون صحتي مظبوطة. وإحنا بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا أحاديث كتير تدل على الصحة، منها ناكل إيه زي التمر، نشرب إزاي، وصانا على أكلات معينة، والصيام طبعا فيه صحة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام وفي المأكل وفي كل ده. طبعا الكتب مليانة، ولكن عشان الوقت عايز أقول لحضراتكم في كده في عجالة الصحي، بعد كده الشخصي، إزاي الإنسان يطور من نفسه، إزاي كل يوم يبقى أفضل، ما فيش حد نسخة من حد، كل واحد ليه بصمة في الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني فتش عن الهدايا اللي ربنا خلقها معك. الرابع إيه؟ الرابع العائلي، وده مهم جدا، بند الأسرة.
لان الاسره دي هي اللي بتكون مع الانسان بعد كده الاجتماعي، لان احنا مش عايشين لوحدنا في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى وصى على الجار ووصى على حسن المعامله المهني. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا باتقان العمل. المال دي اخر حاجه الرسول علمنا ازاي نكبر مالنا بكثره الانفاق، وقال لنا احاديث كتير على الانفاق وكان اجود ما يكون، وكان ريح المرسله في رمضان وفي غير رمضان، وعلمنا عدم الاسراف. فلو احنا فكرنا هنلاقي ان في السنه النبويه فعلا الدليل اللي يخلينا ناجحين في حياتنا، وفي طبعا في القران الكريم، بس احنا لازم نتدبر ونفكر ونقف عند الكلمات. ليه ربنا اختار الكلمه دي؟ عشان احنا نستفيد منها. هي اخر حاجه ادب الرسول صلى الله عليه وسلم مع ربه، قد نرى تقلب وجهك في السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان نفسه ان القبله تتحول من المسجد الاقصى الى الكعبه عمل ايه؟ ما دعاش، ما كانش بيقول ليه يا رب، زي ما احنا واحد بيحصل له مشكله مستحي حتى يدي، كان بيبص بس في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تتمناها. والآية دي بتبين لنا أدب الرسول صلى الله عليه وسلم مع ربه وحب الله لنبيه ان هو يعني اداله القبلة اللي كان عايزها. دكتورة انا بشكرك وربنا يفتح عليكي وينفع بيكي وبعلمك. الله يكرم حضرتك. واستمتعنا بالعلم وبالروحانيات الجميلة، وإن شاء الله اللقاءات القادمة بإذن الله إن شاء الله يعني فندي. نزود بها السادة المشاهدين معلومات أكتر وروحانيات أكتر، ونساعدهم على طرق الحياة وسلوكيات الحياة، وخصوصا كمان طرق تعاملهم مع أولادهم وأحفادهم إن شاء الله بإذن الله. شكرا لحضرتك. الله يكرمك. شكرا دكتور. بشكر حضراتكم. خلصت حلقتنا، بكرة وبعده زميلي